حرف الهمزة، حرف الجيم. أقرأ، أولا أقرأ المقاطع جو إي جي أ أو جو جا أو إي جو أ جي جين أن جن أون جون إن. ثانيا أقرأ الكلمات من اليمين إلى اليسار، ثم من اليسار إلى اليمين. أقرأ من اليمين إلى اليسار: جرادة، طائر، جبن، أنف، رجاء، إبراهيم، حاج، فأس، أرجوحة، عجوز. أقرأ من اليسار إلى اليمين: رجاء، أنف، جبن، طائر، جرادة، عجوز، أرجوحة، فأس، حاج، إبراهيم. ثالثا أقرأ ثم أجيب: امتطت قط جوادها وذهبت إلى المرج. أعجبها منظر العجول والحملان وهي ترعى مطمئنة. هتفت: ما أجمل الحياة في البادية. ماذا أعجب إيتو؟ أعجب إيتو منظر العجول والحملان.